السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك؟ سلطان بخيت العتيبة. حضرتك شغال فين يا أستاذ سلطان؟ موظف. ممتاز. أستاذ سلطان حضرتك حضرت برنامج القيادة بالكاريزما وبرنامج القيادة بالتأثير مع مستر كيرت لأول مرة بيقدمه هنا في الشرق الأوسط. صحيح. من خلال ميديكس انترناشونال. صحيح. إيه رأيك في كل برنامج وقول لي أكتر شيء عجبك فيه؟ اللي عجبني بشكل عام في الكاريزما ان هي تراويك شو قدراتك انت في التأثير في الناس وشو امكانياتك. اما القيادة بالتأثير اذا الواحد حاسس بان في اشياء ممكن تأثر عليه بيكون حاسس فيها بس، لكن بعد الدورة الواحد بيتعلم شو هي هالاشياء ويقدر يستفاد منها ويوظفها لمصلحة. ممتاز جدا. حضرتك تنصح الاخرين بحضور برنامج التدريب استاذ سلطان؟ والله هو برنامج رائع جدا وانصح كل انه يحضره. ممتاز، شكرا استاذ سلطان والتوفيق ان شاء الله. الله يحفظك. مع السلامه. مع السلامه.